تم اليوم الاثنين 4 جويليا شروع في محاورات انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع بما قررت البلديات بالنسبة لمعتمدية جزيرة جربة ببلدية حمصو، معتمدية جرجيس ببلدية جرجيس، ومعتمدية بن قردان ببلدية بن قردان، وبالنسبة لباقي المعتمديات المدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف بن خداش فيما قرر الهيئة الفرعية للانتخابات لقصد انتداب 4103 عضو مكتب اقتراع باش يشرفوا على انتخابات يوم 25 جويليا. هذوما باش يتلقوا تكوين بعد العيد ان شاء الله. قرابه ال 4103 عضو مكتب اقتراع سيتم تكوينهم وانتدابهم ليوم 25 جويليا. عمل لجان محاورات الانتداب قبول مطالب الانتداب تتم بمراكز البلديات ومقر المعتمدية من اليوم الاثنين إلى يوم الأربعاء 6 جويلية. فالمرجو من كافة المشاركين الذين سجلوا على الموقع تقديم ملفاتهم مستوفية الشروط قصر البت فيها من قبل اللجان المنتصبة في الغرب، وسيتم نشر القائمات الأولية لأعضاء مكاتب الاقتراع في أجل 10 جويلية.